خطيرة الكرة دراجي خطيرة والهدف الأول، الهدف الأول للترجي الدقيقة 63 الدراجي يفتتح تسجيل الترجي هدف في توقيت مبكر كما صار في مباراة نادي حولون في يعني الانطلاقة بشكل جيد للترجي في المباريات الأخيرة. 3 دقائق كانت كافية للترجي من أجل التسجيل. هاي الإعادة، خطأ من دفاع المستقبل، الدراجي ينطلق في وسط الدفاع يراوغ على يسار الحارس زياد الجبالي ويعطي الأسبقية 1-0. انطلاقة جيدة في هذه المباراة بالنسبة للترجي التونسي. أسامة الدراجي عودة بقوة بعد تجربة احترافية في سويسرا.